احنا يوم الجمعه اخذنا 3 مرات بندرس في سفر ارميا، والنهارده انا بس اخد اصحاح من سفر ارميا، اخد فيه شاهد كان مشهور قوي دايما الوعظ ياخدوه بره ويوعظوا عنه. النهارده هنرجعه وهنفهم الجزء ديت، ولكن هنتكلم عن شخصيه ربنا ان جنرال. فخلينا نفتح ارميا اصحاح 9. ارميا اصحاح 9، وسفر ارميا كله زي ما كنا بنتكلم يوم الجمعه، قلنا ارميا ربنا دعاه واعطاه رساله، والرساله بتاعته كانت رساله غريبه قوي، وتجدها في اصحاح 1 وعدد 10. انت عايز مني ايه يا رب؟ قال له: قد وكلت كذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك، تقلع وتهدم وتهلك وتنقض. يعني ايه؟ يعني انا عايز ادين الخطيه، كل ما هو ليس بحسب ارادتي في حياه شعبي انا بحكم عليه بالموت. وبعد كده قال له: هتعمل ايه يا ارميا؟ قال له: هتبني وتغرس. اذا الكلام ده اتكرر في اصحاح 18 وعدد 10. اذا احنا بنفهم من خلال ارساليه ارميا، الله بعته الشعب بيقول انه بيعرف ربنا، لكن سلوكه وتصرفاته بالكامل تتناقض مع ادعاء الشعب انه بيعرف ربنا. زي ما احنا في مرات كتير سمعنا يقول لك غاندي قال: لولا المسيحيين لوددت ان اكون مسيحيا. فالله بعت ارميا برساله يقول لشعبه: في دينونه اتيه عليكم، هتروحوا السبي، في خراب جاي لحياتكم، انا جاي بالدينونه، لكن انا في نفس الوقت عايز ارحم. وتصوروا ارميا قعد 41 سنه، قعدنا نحسب التواريخ مع بعض، جمعنا 41 سنه الراجل ده بيكلم الشعب يقول له توب، وفي نفس الوقت الشعب ايه؟ ما بيتوبش. وقلمس ارساليته امتدت ل 50 سنه لغايه ما الشعب خطفوا معاه في النهايه، وقع في اسر بابل، والمجموعه جزء من الباقيين اخذوه معاه في مصر، ويمكن وصل لخمسين سنة خدمته، في النهاية مات في مصر. تصوروا شعب بيدعي انه بيعرف ربنا، لكن كل سلوكياته بتتناقض مع كلامه انه بيعرف ربنا. وفي النهاية رسالة ارميا قاعد يقول الدينونة جاية. في النهاية ارميا رأى بعينيه السقوط في الأسر، وكان هناك تمن شعب ربنا دفعه. أنا النهاردة نفسي أتكلم عن شخصية ربنا، ويمكن الكلام ده أنتوا سمعتوه كتير قبل كده، لكن في مرات إحنا بنحتاج نرجع تاني نذكر أنفسنا مين هو ربنا اللي إحنا بنعبده، مين هو الله. لأن في مرات كتيرة اللي بيحكم علينا هو مشاكلنا وظروفنا، للدرجة نتيجة مشاكلنا وظروفنا إلهنا الحي ده خالق السماء والأرض بنضعه في علبة صغيرة جدا جدا جدا، زي الكتاب المشهور اللي قريناه واحنا صغيرين: ما أصغر إلهك. عشان كده بنحتاج مرة تاني نرجع نشوف شخصية ربنا، ازاي ربنا أعلن عن نفسه، عشان نشوف احنا بنعبد مين. احنا بنعبد إله حي. تصور انت كل مرة تقعد قدام ربنا عشان تصلي، انت بتصلي للإله الواحد الوحيد اللي ما فيش غيره. الأرض اللي أنت شايفها دي ما تكونتش نتيجة انفجارات. الإنسان ما تخلقش نتيجة كيميكالز في الهواء. الله خالق السماء والأرض خلقني وخلقكم. كل مرة أنا بقعد أصلي، تصوروا أنا بصلي لله الحي الوحيد خالق السماء والأرض، والله بيبقى سامعني. عشان كده لابد إن الإيمان يملأ قلوبنا بحجم هذا الإله العظيم اللي احنا بنعبده. لما تيجي ترجع للعهد القديم تجد ان الكلمات اللي موجودة عند الانبياء، قاموس الانبياء، مهما حاولوا يوصفهم ربنا قاموس الكلمات محدودة. انا محدود مهما حاولت اني اوصف ربنا لن استطيع، انا المحدود اني اصف الله غير المحدود.
عشان كده كل ما جاء في الكتاب المقدس اعلان الروح القدس، لكن في نفس الوقت بحسب محدودية الانسان. الله عظيم، الله عظيم. لما تيجي ترجع لكلمات عبري تجد ان معنى كلمات كأنها الله كبير، الله الله كبير قوي 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 قوي. عارف لما هقعد اقول هنا الى ما لا نهاية، برضك انا مش هوصف مين ربنا. جه الإعلان الأخير ويمكن هنتكلم عنه الأسبوع الجاي، كان في يسوع المسيح أعلن لنا كل ما لا نعرفه أو نفهمه عن شخص الله. ربنا بيعلن عن نفسه في الكتاب المقدس، والله بيشتاق أن يدخل في عشرة وعلاقة معاك ومعايا. الله بيشتاق أن يقدم لك الشفاء ويقدم لك الحرية ويقدمني الحرية. الله لا يريد ليك وليا أن احنا نعيش في محدودية. الله لا يريد ليكم وليا ان احنا نعيش في هزيمة. ربنا عايز يطلق ارواحنا، بس ربنا عايزنا نشوفه، ربنا عايزنا نشوفه ونعرفه، مش معرفة العقل لكن الاختبار. الاختبار اكون بعرف ربنا لما اقعد قدامه اصلي واقرا كلمته، اكون ممتلئ بالثقة ان انا بكلم الله الحي وان ربنا بيسمعني وان الله اتدخل في ظروفي. النهاردة خدمة النهاردة لنفوس قبلت تعيش سنين طويلة في الهزيمة. أنا بقول للنفوس دي تعالى اعرف الرب الإله الحي. تعالى بقى كفاية محاولات كتيرة. مشكلتنا نصارع بعقولنا ونصارع بأنفسنا، وزي ما سمعنا يوم الجمعة الرب بيقول، الرب بيقول لإرميا شعبي ده بيعيش وبيتصرف بطريقة غلط ويتصرف بطريقة غلط، ويجي يخش في الهيكل يقول له يا رب خلصنا. بيقول ازاي ازاي؟ الله عايز حياتنا تتناسب مع كلامنا، وعايز إيماننا يتناسب مع مين هو الله ده. إيمان بالرب بأمانته بمحبته الكاملة لينا. سفر إرميا صح 9، الكلمات دي لهذه النوعية من الناس اللي الرب سنين طويلة بيكلمها وبالرغم من كده ترفض انها تطيع، ترفض انها تتوب، ترفض انها تدخل الاعماق في العشرة والعلاقة مع ربنا. إرميا بيبكي وبيصرخ بيقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. إرميا شافت ان شايف ان الخطية مررت الشعب، ان ابليس اذل شعب الرب، اذله جدا، ان الخطيه حطت من قدر الناس. تخيل انا ابن للرب والرب خلقني على صورته، لكن الخطيه عملت مني كاني بالظبط كاني حيوان، كاني ولا شيء، حطت من نفسي، حطت من قدري خطيه. عشان كده إرميا بيبكي بيقول يا ليت لي في البريه مبيت مسافرين. أنا عايز أهرب من الحقيقة اللي بتنتظر الشعب، من الإذلال اللي جاي في حياتهم، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناة، جماعة خائنين، زناة هناك، حتى لو الإنسان مش بيزني بالجسد هناك، ما هو زنا روحي. الكتاب بيتكلم عن الله كزوج وشعبه هي الزوجة. فلما بيملى حياتي ما هو غير الله، كأني أنا بزني روحيا بعيد عن ربنا. يقول يمدونا ألسنتهم كقصيهم، زي ما بيمسكوا كده السهم ويشدوه لورا عشان يصيبوا هدف. مع الأسف يصيبوا الأبرياء. يقول للكذب اللسان مش مليان بالحق. ليه؟ لأن القلب مش مليان بمعرفة ربنا وكلمة ربنا. للكذب يقول لا للحق قو في الأرض. يعني شكتهم اتقوت في الارض، مش بحق الرب، مش بكلمه ربنا، لكن بالباطل بالكذب. يقول لانهم خرجوا من شر الى شر واياي لم يعرفوا، يقول الرب. شيء غريب لما يجي الرب يقول على حد فينا النهارده، بالرغم ان احنا موجودين في كنيسه وفيها صليبين وصليبين من بره وعربياتنا كلها عليها صليب، تصوروا لما يجي الرب النهارده ويقول ان شعبي الماثل امامي ما يعرفنيش. تصور لو الرب قال عنا كده وقال عني كده، شيء صعب. يقول لم يعرفوا، يقول الرب. احترزوا كل واحد من صاحبه وعلى كل اخ لا تتكلوا، لان كل اخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشايه.
ويختال الإنسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق، علموا ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الافتراء، مسكنك في وسط المكر بالمكر أبو أن يعرفوني يقول الرب. قلب الله حزنان على حالة الإنسان. لذلك هكذا قال الرب رب الجنود، هأنذا أنقيهم وأمتحنهم. واكتشفنا من خلال دراسة سفر أرمية أن الله رحيم، أن الله مليان بالمحبة، لكن الله لا يتساهل مع الخطية، لا يتساهل مع الخطية. لأني ماذا أعمل من أجل بنت شعبي؟ لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش، بفمه يكلم صاحبه بسلام وفي قلبه يضع له كمينا. بيوصف واحد من العابدين، أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب، أم لا تنتقم نفسي من أمة كهذه؟ سلوكهم لم يعكس حقيقة شخصيتي. على الجبال أرفع بكاء ومرثاء، وعلى مراعي البرية ندبا، لأنها احترقت فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت المشية. وكأن ما إن الخير بيختفي من حياة الناس اللي عايشين بعيد على الرب. من طير السماوات إلى البهائم هربت مضت. هنا بيتكلم على أمور مادية بيوصف، لكن بيوصف الخراب اللي بتأتي بيه الخطية نتيجة عدم طاعة ربنا، ويقول وأجعل أورشليم رجما. بيتكلم على ما سوف يحدث عند نتيجة الوقوع في الأس، ومآوى بنات آوى، بيتكلم على هتصير مخابئ للتعابين. هيجي يهوذا هيهدم أسوار أورشليم، أسوار الحماية نتيجة الابتعاد عن الرب هتتكسر، هيهدم، هيدخل جوه الهيكل، هيحرق في الهيكل، هيهدم بيوت العظماء وبيوت الملك، كل شيء هيتحول لخرابة، ولن تعود هناك ما يسمى مملكة يهوذا. بيقول هو ده اللي هيحدث، ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. من هو الإنسان الحكيم؟ ربنا بيدور، الذي يفهم هذه والذي كلمه فم الرب فيخبر بها. لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ هنا الرب بيتكلم، لكن في نفس الوقت هنا في إعلان عن المستقبل، بيتكلم على الخراب اللي جاي، بيتكلم على نبوخذ نصر اللي جاي، بيتكلم على وقوع يهوذا في الأسر. بعد كم سنة يا أسيس؟ كلام ده حدث بعد 41 سنة، طول أنات الله صبرت على الشعب 41 سنة. ليه يا رب هيحصل الكلام ده؟ فقال الرب على تركهم شريعتي. وهنا الجزء الآية ديت كي فيرس في كل الأصحاح، وفي نفس الوقت دي آية مفتاحية في كل سفر إرمية. على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم. وتكلمنا في سفر إرمية من الآيات المفتاحية حتى لم يسمعوا كلام الرب، النسيان، عناد القلب، أعطوا القفا للوجه ووراء البعليم التي علمهم إياها أبائهم. أصنام أخذت مكان ربنا في حياتهم. ما بنعبدش أصنام يا أسيس، نعم، لكن كل ما يأخذ مكان الله في حياتي يصبح هو الصنم. ها أنا ذا أطعم هذا الشعب إفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم، وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا أبائهم، وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم. هكذا قال رب الجنود. تأملوا، وضعوا النادبات، هاتوا الناس اللي بتبكي فيأتين وارسلوا إلى الحاكمات، النادبات برضك فيقبلن. ابدأوا ابكوا من النهاردة، ويسرعنا ويرفعنا علينا مرساب، فتزرف أعيننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء. إرمية 9:19، لأن صوت رساية سمع من صهيون، كيف أهلكنا، خزينا جدا لأننا تركنا الأرض لأنهم هدموا مساكننا. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب، والتقبل أذونكن كلمة فمه، وعلمنا بناتكن الرساية والمرأة صاحبتها الندب. بيقول للمرأة استعدي من دلوقتي وابكي واحزني، ليه؟ لأنه الخراب جاي 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 في حياتك وجاي في حياة أولادك.
لأن الموت طلع إلى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الأطفال تأثير الخطية على الجيل الثاني من خارج والشبان من الساحات. تكلم هكذا يقول الرب، وتسقط جثة الإنسان كدمنة على وجه الحق وكقبضة وراء الحاصد وليس من يجمع. وهي الآية الشهيرة أوي بقى، آيتين اللي احنا حفظناهم من سفر إرميا عدد 23 و24، دول اكتر ايتين اصبحهم كانوا مشهورين وكتير من الوعاظ اخدوهم برا اصحاح 9. بص القرينة اللي انا قلتها قبل كده، شوف الكلام ده وسط القرينة الكبيرة اللي انا اتكلمت. هكذا يقول الرب، شوف الرب يقول ايه بعد ما اتكلم، يقول لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجباروته ولا يفتخرن الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب، أصر يقول الرب. بيكلم شعب قال إنه بيعرف ربنا لكن في حقيقة الأمر ما بيعرفش ربنا، عاش لأمور تانية في الحياة، افتخر بأمور تانية في الحياة مش بمعرفة ربنا الحقيقية. في شاهد مشهور قوي في سفر الأمثال إصحاح 18 وعدد 10، يمكن لما أقول كده البعض منكم بيفتكروا، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى آية. لكن السؤال، هل لما بتتعرض لأمور أنت بتأتي لهذا الاسم؟ هل بتجري على الاسم ده؟ هل الاسم ده مجرد معرفة في الذهن ولا حياة اختبار؟ اختبار. هل هو برج حصين فعلا؟ هو ده إلهك؟ هو ده إلهك ولا إلهك قد كده لا يستطيع أن ينقذك؟ لا يستطيع، إلهك صغير جدا جدا لا يستطيع أنه يتدخل في مشاكلك وأمور حياتك. هل حقيقة أنت بتختبر هذه الحقيقة أنه اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق وتمنى؟ اسم إيه الرب؟ خلاص؟ هل قوة في حياتك؟ مين هو ربنا اللي أنت بتعرفه؟ ما تيجي تبص لسفر أرميا اللي موجود قدامنا، أخطر شيء عدد 3، لما الرب بيقول على شعبه، بيقول الله بيكلم سبط يهوذا، الله بيكلم مملكة يهوذا اللي الهيكل موجود هناك، اللي كانوا بيفتخروا بالهيكل وبحضور ربنا والمرنم زي ما سمعنا من عدة أسابيع في مزمور كام؟ مزمور 87، الخدمة اللي احنا خدمنا بيكلم على أورشليم اللي الهيكل موجود فيها، وازاي ان كل انسان بيفتخر انه يتواجد في أورشليم، بل يوجد في أورشليم. ليه؟ لان أورشليم فيها هيكل ربنا. ويفكر في الرب يقول انه فيك انت كل ينابيعي، فيك كل مسرتي، شبع قلبي فيك انت يا رب. أورشليم اللي كان فيها الهيكل اللي كان فيه حضور ربنا، المجد ده، هذه الإعلانات اللي الشعب كل أسبوع بيروح يقدموا ذبائح أو كل يومين يقدموا ذبائح، الهيكل شغال 24 hours شغال، لكن الناس ما تعرفش ربنا. بالرغم كده ربنا بيقول للناس دي إيه؟ تعرفنيش. بيمارسوا طقوس، اتعودوا اسبوع بعد تاني يجوا كنيسة يوم الجمعة، اتعودوا يجوا يوم الحد، رغم كده ما زالوا في خطاياهم بلا توبة، بيجوا الهيكل اسبوع بعد اسبوع، لكن بالرغم كده ما زالوا مهزومين قدام ابليس، ما زالوا بيعانوا، ما زالوا بيصرعوا. فالرب بيقول ازاي شعبي بيقول بيعرفوني ازاي؟ لا يعرفوني. وده كلمة الرب لما يقول لم يعرفوني، ده إعلان صعب جدا، صعب جدا، لأنه سوف يأتي الوقت. الرب يسوع قال كده، هو قال الكلام ده في إصحاح 7 من إنجيل متى، وفي إصحاح 25 من إنجيل متى، قال إن كثيرين من اللي موجودين في الكنائس هيجوا قدام الرب في نهاية الأيام، والرب يقول لهم
سابوا عني يا فاعل الاسم لم اعرفكما. في ناس كتير الرب قال لهم انا ما عرفتكم، انتم ما عرفتونيش، لم ترتبطوا معايا بعلاقه حقيقيه. لما تيجي ترجع لكلمه يعرفوني، الكلمه دي في العبري الكلمه دي بتتكتب يا دا واي اي دي اي اتش. الكلمه دي يعرفوني مش بس معرفه الذهن، لكن يعرفوني ايضا بالملاحظه، الانتباه، الانتباه، افكاري منتبهه لربنا، صاحي ليل نهار معاه منتبه في علاقاتي، في تصرفاتي، في افكاري، في اختياراتي، ارادتي خضع لربنا، في اصغاء مشاعري خضع لربنا. لكن معنى كلمه يعرفوني مش بس بالانتباه. الله، ما السماوات في مزمور 19 كلمة ربنا بتقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. لكن كلمة يعرفوني لها جزء تاني، لها معنى تاني، يعرفوني من خلال تعليماتي، يعرفوني من خلال كلمتي، يعرفوني من خلال خضوعهم لكلمتي، يعرفوني من خلال تشبههم بشخصيتي. هي دي المعرفة. لكن لما الشعب عاش في الخطية، فالرب قال عنهم ايه؟ لم يعرفوني، لم يعرفوني. اذا اصحاح 9 وسفر ارميا بيتكلم المعرفة الحقيقية عن الله ليس هي معرفة عن الله، لكن معرفة شخصه بحياة معاشة بنصرة حقيقية، نصرة حقيقية. اعرف ربنا بالاختبار. لكن الرب بيقول انه لو انت تعرفني، الرب وصف اخلاقيات. لما تيجي تبص كلام صعب الرب يقوله، يقوله الناس دي بتخدع بعض. الناس دي عدد كام التلاتة، يقول من شر لشر، من شر لشر، من مصيبة لمصيبة، وإلي لم يعرفوا. يا رب يقول ما تقولش بتعرفني وحياتك الأخلاقية كما هي لسه ما بتتغيرش، ما تقولش بتعرفني وما فيش توبة في حياتك، ما تقولش بتعرفني وهناك خراب بينك وبين الآخرين في العلاقات. عشان كده بيتكلم على العلاقات هنا، بيتكلم على الوشاية، بيتكلم على اني بحاول اني أأذي الآخرين. يربط معرفة ربنا، يربطها بإيه؟ بالعلاقات مع الآخرين. المعرفة الحقيقية هي اني احب رب من كل قلبي، واحب الناس كمان من كل قلبي، واتفاوق معهم، اتوافق معهم. ربنا ربط ما بين الاثنين، وهو بيتكلم على معرفته. ربط ايه؟ معرفته، وربط معرفة ايه؟ العلاقات مع الناس او معرفة الناس. وكأن كلمة يعرفوني الرب بيقول عليها فيها اشارة لعدم محاولة الشعب يعرفوا ربنا، او لعدم رغبتهم حقيقة انهم يعرفوه من كل القلب. في ناس في اجواء التسبيح المفتوحة تلاقيهم قاعدين قلقانين، عمالين يبصوا كده في الكنيسة، مش عارفين يندمجوا مع ربنا، مش عارفين ينسابوا في حضرته. الأخ اللي كان وراه عمال يسقف ومتعزي، ما منسبي مع ربنا. لكن في واحد تاني يعمل ازاي؟ مش عايز يسيب نفسه حضرة ربنا، مش عايز يعبد ربنا. وتجد واحد يقولك اصل انا مش بتاع تسبيح. تسبيح مين؟ تسبيح مين؟ دي الكلمات، ده التسبيح، ده حمد وشكر، بيشاور على ربنا، بيشاور على صفاته. الشعب ده بيدعي انه يعرف ربنا، لكن هو مش عارف، مش عايز يعرف ربنا. ليه؟ لو انفتحت لربنا وقربت منه، كل ما بقرب من ربنا بحبه اكتر وبتغير اكتر. عشان تغير اكتر بضحي اكتر واتنازل اكتر، اتنازل عن كبريائي وبتوب، أقدم الآخر على نفسي، بتشبه بيه، حياتي بتتغير. وكلمة يعرفوني تفهمها مش بس الناس مش عايز تعرف ربنا، لكن وربنا كمان، هو كمان ليس لديه الرغبة في الإعلان عن نفسه. إذن طول ما أنت نفسك مسدودة، طول ما أنت مش عايز تقرب من ربنا، عايز أقول لك وهو مش هيقرب منك كمان، مش هتشوفه، مش هتشوفه. الله لا يفرض نفسه على احد. في فرق الله بيحبك، وفي فرق ربنا هيلوي دراعاتك ويقول لك اعرفني بالعافيه. دي مش شخصيه ربنا.
يحبك، يحبك ويرحمك ومنتظرك، بس تنتبه إليه. ولما تنتبه إليه تجده فين؟ على بعد 2 كيلو تجده واقف جنبك، واقف جنبك. هو الرسول بولس لما في فيليبي 4:4 يقول الرب قريب، هو بيكلم انه قريب على الابواب. لا، مش مقصود الرب قريب على الابواب، قريب منك، معاك، موجود، مش خارجك، قريب منك، لانه فين؟ داخلك. الله لا يتلامس معانا من الخارج للداخل، الله يتلامس معانا من الداخل الى الداخل. هنا 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 رب قريب، لانه طول ما شعب الرب مش عايز يعرفه، طول ما ربنا مش موجود في تفكيرهم، طول ما مشاعرهم مش مقدسة، كمان ربنا مش هيعلن نفسه ليهم، مش هيعلن نفسه ليهم. لما تبص الاول 4 أعداد في اصحاح 9، مش عايز، انا عايز اركز على حاجة تاني. لكن لما تبص الاول 4 أعداد في اصحاح 9، الناس مش مهتمة انها تعرفه بمقدار ما هي مهتمة تتخانق مع بعض، تتخانق مع بعض ويوقعوا في بعض ويعملوا مشاكل لبعض وينتقلوا من شر لشر. ده هو ده اللي بيقوله ربنا، ده اللي بيقوله الرب في اول 4 أعداد. بيقول ازاي بتعرفوني؟ بيقول لإرميا يقول لهم لا يعرفوني. وإرميا يقول له الله يا رب دول بيروحوا الهيكل، يا رب ده بيجوا الهيكل كل اسبوع، يا رب دول بيقدموا ذبائح، بيقدموا ذبائح. وبعدين الرب يجي يقول له في إرميا 7 يقول له هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب. مش هم بيقولوا هيكل الرب، هيكل الرب؟ هيجي في وقته الرب هيعمل ايه؟ هيغادر الهيكل. يعني كأنه حضور ربنا هيغادر حياتهم، وفي النهاية هيتركهم يحسدوا، يحسدوا. وقعهم في الخطية، الخطية هنا بالنسبة لشعب الرب في إرميا 9 تمثل غياب حضور الله من حياتهم. مش مقصود روح قدس شاولين على التصرفات والأفعال، لا، ده ليه الخطية؟ لأن هناك غياب لحضور الله من حياة هؤلاء. ولما تيجي تبص لعدد 6 الرب يقول مسكنك في وسط المكر بالمكر أبو أن يعرفوني يقول الرب. لما تيجي تبص لعدد 6 الرب يقول صعب، صعب، صعب ايه يا رب؟ قال صعب على ناس عايشة بالطريقة دي انها تعرفني. هتعرفني ازاي؟ اذا كان هم مش مشغولين بيا، هم مشغولين بالخناقات مع الاخرين واذية الاخرين، هيعرفوني ازاي؟ صعب، الرب يقول صعب. عشان كده لما تنقل لعدد 12 وعدد 13 يقول لماذا عدد 12 منهم من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه والذي كلمه فم الرب فيخبر بها؟ يقول لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية عابر؟ الرب بيتسائل، يعني بيقول إرميا كده، إرميا قول لشعبي هي البركة غايبة ليه؟ هو ليه في غياب للفرح من الحياة؟ قول لشعبي ليه في اكتئاب في الحياة؟ قول لشعبي الكلام ده، قول لهم، قول لهم، قول لهم، قول لهم، تسألوا مين هو حكيم بس يفهم؟ ليه الدنيا خربانة حواليا؟ اسأل نفسك ليه الأمور واقفة قدامك؟ ليه الأبواب مصادة أمامك؟ أسيس تقصد أن الأبواب اللي مقفولة، طول ما الأبواب مقفولة قدامنا معناها أن احنا في إرادة، مش في إرادة ربنا؟ لا، ممكن تكون للجحيم واقف قدامك، بس داخلك سلام، داخلك سلام، وانت عارف أنك انت تبقى في مركز إرادة ومشيئة ربنا. لكن هنا بيتكلم على غياب الفرح، غياب الفرح. الرب بيتكلم على مظاهر فيها خراب، الله بيتكلم على عقم موجود في الحياة. الناس مشغولين بأمور كتيرة لكن مش مرتاحين، مش مرتاحين بالكامل جواهم. ليه يا رب؟ ليه؟ الرب يقول عدد 13 على تركهم شريعتي، تركوا شريعتي، سابوا كلمة من ايديهم. حتى في العبري كلمة تركوا AZAB، عذاب، مش عذاب، مش عذاب، تعنيها تعني ساب، ساب، مش وقع من، وقع من ايده غصب عنه، لا. معنى كلمة في العبري تركوا في العبري معناها بمحض ارادتهم،
شوف صعوبة الكلمة ازاي؟ على تركهم شريعتي. انت تقصر يا أسيس ان احنا مش بناخد الخلوة وبنقراها؟ انت بتعمل كده بكامل ارادتك. الرب يقول لانهم بكامل ارادتهم ابتعدوا عني، عشان كده هم مش بيعرفوني. تركوا، اختاروا، هم اختاروا، الرب يقول كده، هم اختاروا عدم طاعتي. هم اللي اختاروا كده، اختاروا يسلكوا في تعاملهم مع انفسهم ومع الاخرين بطريقه لا تعكس شخصيتي. سابوا الكلمه اللي فيها الاعلان، تركوا طاعه كلمتي، وانا بعلن عن نفسي من خلال كلمتي. لما بطيع كلمه ربنا، الله بيستعلن فيا بالروح القدس. إرميا إصحاح 9 اللي موجود قدامنا، ربنا بيظهر لإرميا ليه هو ترك شعبه أو هيترك شعبه في يوم من الأيام، يحصدوا نتائج خطاياهم ويروحوا الأسر. الرب يقول لإرميا لأن هم اختاروا ما يطعوش كلمتي، ما يعيشوش حسب المقاييس، هم اختاروا كده. بس هما بيروحوا الهيكل وبيقدموا ذبائح اسبوع بعد التاني، ايوه، لكن كلمتي ما حكمتش حياتهم. معرفه عني، لكن مش معرفه حقيقيه ليا، فيها تجسيد لحقيقه شخصيتي. اختاروا يعيشوا بطريقتهم، ما اختاروش يعيشوا بطريقتي. انشغلوا في حياتهم على 23 و24، الايه بقى الشهيره، هكذا قال الرب، ألا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا الجبار بجبروته ولا الغني بغناه. افتخروا بأمور كتيرة، انشغلوا بالإنجازات، عاشوا في العالم لهذه الأمور. لا يفتخرن الحكيم بحكمتي ولا الجبار بجبروتي ولا الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر، إنه يفهم ويعرفني إني أنا الرب. أنا الرب. مين أنت يا رب؟ قال الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، أني بهذه أصر، يقول الرب. الناس عاشت في العالم من أجل عمل، الناس افتخروا بالمعرفة بالحكمة، الناس افتخروا بالإنجازات وتحقيق الأهداف في الحياة، لكن مش هو ده هدف الحياة. وما ليه هدف الحياة يا رب الإنسان يعيش من أجله ويفتخر به؟ الأعظم هدف الإنسان يعيش من أجله هو معرفتي أنا. كأن الرب بيقول عشان أعرف ربنا وأكتشف الغرض من وجودي، لما هعيش بالطريقة دي معرفة ربنا هتجلب الفرح لقلبي. معرفة ربنا، الرب عايز يقول هنا إن معرفته تتضمن الإصغاء والانتباه لكلمته وطاعتها، وإنها تكون بتحكم حياتنا. قال هذا اللي المفروض يفتخر بيه إيه؟ الإنسان لما عارفين بعلم كلمة ربنا، لما بقدم إرميا يوم الجمعة في مرات كتيرة بقعد أعيط قدام ربنا، لأن كلمته حلوة. أنا ببقى جوايا افتخار، بس مش بنفسي، ببقى بفتخر بالروح القدس اللي بيعلن لعبد زي محدود وعنده ضعفات روعة كلام الله وقلب ربنا لشعبه وللخليقة. في ايه اعظم من الانسان يفتخر به ربنا؟ ربنا شخص الله، هي دي المعرفه اللي تدي سلام، اللي تدي راحه، معرفه حقيقيه. يفهم ويعرفني اني انا الرب. ربنا عايزني اعرفه شخصيا، ربنا عايزني اتشبه بيه واعيش حياه حقيقيه تعكس للناس اللي انا عايش في وسطهم محبته وارادته وعدله. ربنا عادل ومشيئته واعمال اراده ربنا، هنا بيتكلم عن الرحمه والعدل. ربنا عايز يشوفهم فيا ويشوفهم فيك. لما بتعيش بالرحمه والعدل في علاقاتك مع الاخرين، ده اللي بياكد انك انت تعرف ربنا. مين انت يا رب؟ سفر ارميا،
مين انت يا رب؟ اصحاح 9 وعدد 23 و24 قال انا الرب الذي امارس الرحمه والعدل والبر في الارض. هي دي مسرتي، هي دي مسرتي، هي دي شخصيتي. تقصد ايه؟ قال حياتكم دي ما تقولش اطلاقا ان كنتوا تعرفوني. ليه؟ لان شخصياتكم مش بتجسد حياتي. احبائي يمكن النهارده قلت الاسبوع الجاي هنتكلم على الاعلان الكامل، نتكلم على العهد الجديد ونتكلم عن يسوع المسيح، لكن العهد القديم النهارده هو موضوع تركيزنا. ولما تيجي تدرس العهد القديم تكتشف ان اسلوب الله في اعلانه عن نفسه وشخصه كان دايما عن طريق اعلان اسمه. الرب كان بيعلن عن اسمه. الروح القدس كده يكلم كاتب سفر الامثال ويقول له قول لشعبي عن اسمي. اسمك ايه يا رب؟ هل اسم الرب، امثال 18 وعدد 10، اسم الرب برج حصين. تقصد ايه باسمك؟ اسمي فعل قوه. يركض الي الصديق ويتمنى. يعني ايه؟ يعني حينما تدخل الى ضيق، لما تبقى في ازمه، لما تبقى في مشكله، تنادي على اسمي. تقول لي كده، انا ياما وقفت سنين طويله في ارض كندا، 12 سنه كنت بقف قدام ربنا وامسك الكتاب واقول له كده، انت قلت كده في كلمتك، انت قلت كده في كلمتك، وانا احتاج اني اختبر مجدك زي ما كلمتك بتقول. انت قلت كده في كلمتك، يا رب اظهر ذاتك ليا، يا رب اعلن عن نفسك ليا، يا رب انا بحتمي فيك من كل كلام مش بحسب قلبك يا رب، انا بحتمي فيك يا رب من هجوم عدو الخير، من اضطهاد عدو الخير. مزمور 61 وعدد 3، شوف المرنم يقول ايه عن الرب. لانك كنت ملجأ لي، ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. ده اسم ربنا. الرب اسمه ملجأ، ربنا اسمه برج قوة قدام كل الأمور اللي بتيجي في حياتنا. أحبائي، من خلال أسماء الله المختلفة واللي بتشاور على شخصيته، ربنا بيدعوني وبيدعونا أن احنا نقترب منه ونحبه ونعرفه ونثق فيه وندخل معاه في علاقة شخصية جدا مبنية على الثقة فيه والثقة في أمانته من نحونا ومحبته لينا. وكل ما عرفنا ربنا أكتر كل ما حبيناه أكتر، وكل ما حبينا ربنا اكتر كل ما هنقترب منه بلا خوف، كل ما وثقنا فيه وثقنا في حضوره معانا في امور حياتنا المختلفه. وكل ما حبينا ربنا اكتر وثقنا فيه، ولادنا والاخرين هيشوفوه ايه فينا. الله لا يتجسد الا بعد طاعتنا مش قبل. ازاي ولادي يشوفوا ربنا فيا لو انا مش بطيع كلمته؟ طاعتي قبل تجسده، طاعتي للرب قبل اعلانه عن نفسه من خلالي. الله احبائي من خلال اسمائه المختلفه في الكتاب المقدس يريد انه يعلمني ان اللي هيحدد مستقبلي مش المشاكل والظروف اللي انا واقع فيها النهارده، مش هو ده اللي يحدد مستقبلي. لا ظروفي ولا الناس اللي حواليا ولا مشاكلي هي اللي هتحدد مستقبلي، لكن اسم الرب، اسم الرب اللي انا عندي ثقه فيه. عشان كده انا حاجتي للثقه في الله وفي امانته. لما الكتاب بيقول لي اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع، قدام خوفي النهارده اللي هيحكم حياتي بكره، انا خايف من بكره، انا خايف من النهارده، اللي هيحكم النهارده وبكره هو اسم الرب في حياتي، ثقتي في اسم الرب، ثقتي في اسم الرب. اسم الرب يرفعني فوق امواج العالم ومشاكلي واحتياجاتي ومصاعبي. اسم الرب برج حصين، برج عالي. الابراج ما كانتش بتتبني على مستوى الارض، على مستويات مرتفعه. اسم الرب برج حصين، اركض اليه، يركض اليه الصديق ويتمنى. سفر التكوين اصحاح 17، سفر التكوين اصحاح 17 وعدد 1، كلمه ربنا بتقول ان الرب جه لابراهيم
هو عنده 99 سنة وجيل سارة وهي عندها 75 سنة، شيخين جي ليهم بإعلان عجيب. جي يقول لهم كده: انتم محتاجين تعرفوا انا مين. اصحاح 17 وعدد واحد، جي يقول لهم: انا الله القدير. جي يقول لابراهيم كده: انا الله القدير. اسمك ايه تاني كده ما سمعتش يا رب؟ انا الله القدير، سر امامي وكن كاملا. يعني يا رب الله بيقول لابراهيم كده: ثق في هذا الاسم، اتكل على اسمي اللي بيشاور على شخصيتي حتى ما تحقق المستحيل في حياتك. وبعدين يجي له اصحاح 18 وعدد 14 يقول له: هل يستحيل على الرب شيء؟ ازاي بقى اذا كان هو الرب القدير؟ هو ده اسمه، الله القدير، ده اعلان، اعلن عن اسمه. قدير في ايه؟ قدير انه يحول امرأة عاقر لدرجة انها تحبل. الراجل عنده 100 سنة، ربنا يدي اتنين يديهم طفل. طبعا قدير، انا وانت ما نقدرش نعمل كده، هو بس اللي يقدر يعمل كده، هو بس اللي يقدر يعمل كده. هل يستحيل على الرب شيء؟ ريتوريكال كويشن. طبعا لا، مفيش حاجة توقف قدام ربنا، مفيش حاجة توقف قدام ربنا. أنا الله القدير. الله قدم نفسه لإبراهيم، والله بيقدم نفسه لينا النهاردة بهذا الاسم. الإعلان اللي جاي للرب يقدمه عن نفسه، الله بيقول: أنا الله القدير، أنا الله القدير. قدام اللي واقف قدامك تحتاج تعرفني، مش معرفة عقلية، تحتاج تأتي إلى مكان الاختبار، لمكان الثقة، لكي ما أظهر قدرتي في حياتك. بتيجي ترجع لاسم الله القدير، احنا يعني في الانجليش بنقول ذا اولمايتي جاد، اولمايتي جاد. لما ترجع في العبري، في الاسم، في العبري الاسم ده شداي، الله القدير او ال شداي. وابراهيم لما وثق في الاسم ده، الاسم ده حدد مستقبل ابراهيم، ومش حدد مستقبل ابراهيم، حدد مستقبل البشرية بأجمعها من خلال المسيح المخلص اللي جه، من خلال الثقة في هذا الاسم الله القدير. أيوة، الله القدير هو وحده اللي يقدر يدي اتنين في السن ده طفل، ومن خلال الطفل ده يكون نسل كرمل البحر. هو الله القدير، هو وحده اللي يقدر يعملها. النهاردة الرب، إيه الإعلان الرب بيقوله النهاردة لكل واحد فينا؟ العجز اللي انت واقف قدامه أنا اللي أقدر أحله، أنا 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 فقط. كلمة الله القدير اتكررت يمكن كتير في الكتاب المقدس، ربما لو هتقعد تعد مثلا 48 مرة أنت ممكن تعد أكتر من كده. يعني أنا مش بدي لك كل أسماء الله في الكتاب المقدس، قلت معظمنا كخدام أحيانا بتركز كده على حوالي 12 اسم، لكن الكتاب المقدس مليان على صفحاته العهد القديم بأسماء الله اللي أعلم من خلالها عن شخصيته لشعبه. تصوروا 48 اسم دولت، الله القدير منهم 31 مرة كلمة الله القدير اتكررت في سفر إيه؟ في سفر أيوب. سفر أيوب اللي بيتكلم عن المفاجآت، وبيتكلم عن الكوارث، وبيتكلم عن إيه؟ عن ألام الحياة. الله القدير. سفر أيوب اللي فيه السؤال الكبير: فين ربنا حينما أتألم؟ أين الله حينما أتألم؟ سفر أيوب اللي في إصحاح 13 وعدد 3، أيوب صرخ وقال: أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم إلى الله. الله القدير. بتيجي ترجع لمعنى كلمة قدير، شداي في العبري معناها سادي. أحد معاني الكلمة قدير معناها سادي، والمعنى إنه هكذا هو الله، فعلاقته بينا ومحبته لكل واحد فينا في عز ألامه، الله حنانه علينا كالأم اللي بترضع طفلها. هو ده ربنا. وظهر الاسم ده فين؟ في سفر أيوب، يعني وسط ألام الحياة الله قلبه مليان بالرحمة بيك.
سدي شداي، شداي سدي يعني بمعنى ايه؟ حتى ان المعنى الام التي ترضع ابنها حتى الكفاية، واحنا نقول ايه؟ قشط. اصله اخد كتير، اخد كتير، بيقول لك ربنا يشبعك كده حتى الفيض، دي شخصية ربنا، حتى الشبع. معنى شداي معناها شبع، الله القدير معنى الكلمة دي، بيقول لك الله القدير هو إله الفيض، هو إله الخير، هو إله الزيادة. هل حاجتك انك تختبر الله القدير؟ عشان كده تتفاجئ في سفر أيوب إصحاح 42 وعدد 10، الكتاب يقول لك ورد الله، رد الله ايه؟ الى ايوب. الله هنا هو الكلمة دي، رد الرب، الرب كلمة شداي بتيجي بمعنى الرب، يقول لك رد الرب شداي سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه وزاد الرب، زاد برضك معناها ايه؟ شداي، زاد القدير على كل ما كان الايوب ايه؟ ضعفا. هو ده الرب القدير، معنى الله القدير النهاردة اللي بيقدم ليك انت وليا اعلان عن نفسه، معناها الرب بيقولك انا هو المشبع بزيادة، انا هو صاحب البركة المشبعة او الكثيرة، ده معنى اسم ربنا، ده معنى اسمه. هل انت حاجتك انك تختبر الرب كده؟ يعقوب إصحاح 1 وعدد 5 يقول عن الرب ايه؟ يقول عن الرب ايه؟ يقول عنه الذي يعطي الجميع ايه؟ بسخاء ولا يعير. دي شخصية ربنا. بولس في أفسس إصحاح 3 وعدد 20 يقول عن الرب، يتكلم بيتكلم عن الرب، يقول والقادر أن يفعل فوق كل شيء ايه؟ أكثر جدا. ليه؟ لأن هي دي طبيعة شخصيته، لأنه شداي، هي دي طبيعة شخصية ربنا، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. الله القدير أكبر من مشاكلك، الله القدير أكبر من مرضك، الله القدير أكبر من احتياجك، الله القدير قادر أن يغير أحوالك ويغير ظروفك أكثر جدا 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 إلى ما لا نهاية مما أنت تفتكر، لأن هي ده اسمه، هو ده اسمه، اسمه كده الله القدير. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. أنا عندي حوالي 14 اسم. اختصرت الخدمة ال 14 اسم، بس أنا مش هكمل، أنا هقف عند الله القدير، هقف عنده المشبع بزيادة، اللي يقدر يحل المحدودية اللي أنت فيها أكتر بكتير جدا 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 من عقلك المحدود يقدر يستوعبه. هل أنت عارف كلام ده؟ هل حياتك فيها هذا الاختبار؟ هل أنت بتعرف الله القدير فعلا؟ هل جواك الثقة دي أن الرب بيحبك ومش بيديلك بالشح؟ وان الرب مش هيحل مشكلتك كده وهيديك بالشح، ده ربنا هيديك بكتير جدا 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 جدا. ليه؟ لان هو اسمه كده. لما تيجي تقول لي اسيس اديني $5، صدقني هديهم لك $4.99، هدي لك $4.99، ولو اديتك $5 ده يبقى بركه كبيره قوي 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 قوي. بس دي مش شخصيه ربنا، ده مش شخصيه ربنا. فالرب يقولك لما تيجي تتعامل معايا ما تتعاملش معايا زي ما بتتعامل مع الإنسان، اتعامل معايا على حجمي، شوفني إن أنا بتاع الزيادة، أنا بتاع الخير، أنا بتاع البركات المشبعة، هديك أكتر بكتير مما تتصور. الرب يقولك إيه اللي واقف قدامك؟ جبال، أنا الجبال دي هسحقها. إيه اللي واقف قدامك؟ مرض، أنا هتخطاه المرض ده. إيه اللي واقف قدامك؟ علاقة معقدة واقفة قدامك، أنا هحلها، أنا هحلها، لأن اسم القدير، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. إيه رأيكم إحنا نرقصنا قدام الرب؟